سلام، معكم عبود مكسينج، وهذا الجزء الثاني من قصة نورة. اللي ما شاف الجزء الأول أتمنى يرجع يشوفه، وأسوي لكم إشعار هنا أتمنى تروحوا تشوفوه قبل ما تشوفوا الجزء الثاني. صحاني عمي الصباح وقال أمك تناديك. صحيت وروحت طلعت البيت، وعلى طلعتي من البيت حق عمي شفت جدتي تناظرني من باب غرفتها بنظرة غريبة، كل نظراتها رعب، ولما شافتني شفتها بدأت تقرب من جهتي. ونورة بسرعة لبست حذيانها وطلعت بيتها، وقعدت أساعد أمي في أمور البيت، وأبويا كان نايم. صحى وراحت أمي جابت لي قهوة، وأنا كنت في المطبخ وحدي، وكنت أفكر وخايفة وليه عمي وأبوي لما سألتهم وكأنهم عارفين إيش اللي حصل معايا بالضبط، كأنهم عارفين شيء أنا ما أعرفه. جاءت أمي وأنا رجعت لين عند أبوي وقلت له أنا اللي شفتها في المطبخ إن كانت جدتي. قال لي شوفي، أنا أدري إنك شفتي كل شيء وكل يلي شفتيه كان حقيقة، بس ديك ما هي جدتك، ومرة ثانية شفتي يلي شفتيه، لا تكلمي أحد ولا كأنك شفتي شيء من الأساس. قلت له ليش؟ قال لي ما يخصك، أنت سوي زي ما قلت لك وبس، عشان ما يصير لنا شيء، ولا تتكلمي معايا مرة ثانية بهذا الشيء. يتكلم معايا بنبرة قاسية شوي. أنا زعلت منه ورحت مطبخ أساعد أمي، وقعدت فيني فضول ما أقدر أسوي فيه شيء، وكل ما أنا قاعد أفكر في الموضوع ما هو راضي يطلع من بالي. وسألت أمي وكلمتها عن الموضوع، قالت لي إذا كلمتي أبوك وسألت عن الموضوع فأعتقد إنه كلمك وإيش قالك تسوي. قلت لها طيب ليش ما تكلموني، أنا بنتكم وأنا حصل معايا شيء ما هو طبيعي، المفروض تكلموني عشان أنتبه من هذا الشيء، وكلمة أبوك لازم تسمعيها غصبا عنك. ويا ليتني سمعت كلام أمي وأبوك. خلصنا الأمور مع أمي وخلصنا أمور البيت، وكان الوقت متأخر وكان العصر. قمت أجهز نفسي وخلصت ورحت لين عند أمي وقلت لها بروح عند بنت عمي وبنروح عند واحدة صديقتنا. قالت لي طيب بس لا تكلمي أحد عن اللي صار معك أمس، اللي يعرف يعرف خلاص، وأنتي لا تكلمي أحد عن الموضوع أبدا. قلت لها طيب، وبالفعل جهزت وطلعت ورحت لين عند بنت عمي، وعلى رجعتنا كلمتها بالموضوع كامل وقلت لها أنا أبغاك تساعديني، بنت عمي كانت معايا ماشية زي الحلاوة، أكون معك بكل شيء، أنا أبغى أعرف كمان إيش اللي يحصل لأنه غريب اللي حصل معك ما هو طبيعي، المفروض جدتي كبيرة بالعمر مريضة، إيش اللي ملطخة بالدم وإيش المنظر اللي شفتي. وبنت عمي دي ما كانت بنت عمي الكبير اللي هو جدتي تقعد عنده، لا كانت بنت عمي الصغير، والمفروض لو كانت بنت عمي الكبير كنت رحت قعدت عندها، بس عمي الكبير ما عنده أنا، فالمفروض كان ما أروح هناك إلا لو في جمعة. المهم كان عندي مدرسة، والمفروض ما نروح بيت عمي أو هذا نسوي جمعة إلا لو في سبب، وسبب هذا هو إنه جمعة نهاية الأسبوع وما كان في جمعة، فانتظرت للأسبوع الجاي عشان أروح وأشوف إيش اللي حصل أو أشوف جدتي أو أكلمها. خلص الأسبوع والحمد لله كنت منتظرة بفارغ الصبر متى بنروح بيت عمي، لأني مرتعبة وفيني فضول أبغى أعرف وأكشف السر هذا وإيش اللي قاعد يصير. جات نهاية الأسبوع وجهزنا وكنا رايحين في بيت عمي، بعد ما خلصنا الجهز رحت قبل حتى أمي وأبوي لأني متحمسة وأبغى أعرف. دخلت البيت وكانت جدتي قاعدة تتفرج على الشاشة، وكانت قدامي وكانت قاعدة كل شوي تشوف فيني طريقة. المهم عمي كان موجود في البيت وعم زوجته، فلو المفروض تسوي شيء ما سويت. المهم جات بنت عمي وكلهم جاءوا، ولما جات بنت عمي أخذتها ورحنا المجلس وحدنا، قلت لها اليوم بنكتشف ولازم نعرف السر وراء جدتي، لازم نتأكد ونشوف أي شيء نثبت لعائلتنا كاملة إنه اللي نتكلم عنه حقيقة. المهم وبعد ما طلعنا أنا وهي وقعدنا معهم كلهم، جاء عمي الكبير وقال لي تعالي معايا بنتي بروح أكلمك شيء ونرجع. طلعنا أنا وهو وأخذني لحالنا في المجلس وقال لي يا بنتي أنت بيتكلمي أحد على اللي اللي حصل لك، وجدتك ما تذكري لها أنك شفتيها بذاك المنظر أبدا، لو سمحتي لا تتكلمي عن أي شيء. أنا استغربت بس قلت لها ليش يا عمي؟ قال لي كذا بس، أنت لسه صغيرة وبيجي يوم تعرفي كل شيء. بنت عمي بسمة كانت شايفتني لما أخذني عمي، بعد ما رجعت قالت لي شكله الموضوع مرة كبير
المفروض ما نتدخل فيه وأنا ما عاد نمر في هذا الموضوع. قلت لها ليش يا بنت وإيش اللي خوفك كذا؟ قالت لا أنا ماني معك في الموضوع وخلاص. المهم ذاك اليوم ما حصل أي شيء غريب، وكانت جدتي كل شوية تنظر فيني بس وما حصل أي شيء. عدى شهر كامل وما قدرنا حتى نروح في بيت عمي. ليش؟ لأنه كان عندنا اختبارات نصف السنة وكل واحد مشغول في اختبارات، فما كان في جماعة. بعد الشهر أنا كنت ناسية السالفة كلها. المهم سوينا بعد شهر جمعة في بيتنا، ولما دخلوا كلهم كانت جدتي معاهم، وعلى دخلتها مسكت يدي وكانت تعصرها بقوة وقالت لي إيه كذا لا تتدخلي مني ولا بتكون هذه آخر مرة تشوفيني فيها.